كريم بامبو، صباح الخير مشرف ومنور، مليون مبروك ادائك الشخصي وكمان نتيجه المباراه النهارده بفوز البنك الاهلي. كابتن كريم حبيبي متشكرين على الكلام الجميل ده وربنا يخليك يا رب. اقل من حقك، انت فعلا حبيبي. من الاسماء المنوره دايما في الدوري مع اي فريق بتلعب معاه. الحمد لله الحمد لله، ده تعب والحمد لله مجهود اللعيبه كمان والاداره والمدير الفني، فالحمد لله الحمد لله يعني. المباراه النهارده اكيد كانت مباراه صعبه، انت بتلعب قدام سيراميكا كليوباترا، عنده عدد كبير من النجوم واللاعبين ومدرب رائع جدا كابتن احمد سامي، وبالتالي انتوا داخلين المباراه دي وعاملين حسابها كويس جدا. بص طبعا كل الفريق سيراميكا فريق كبير، مرنوا مدرب كبير زي كابتن احمد سامي. بقول لهم هارد لك النهارده، بقول مبروك للبنك الاهلي بادارته وبالجهاز الفني باللعيبه. الماتش بالنسبه لنا احنا صعب جدا عشان احنا لعبنا ماتشين تعادلنا الماتشين، فاثنين بونت من ماتشين ضيعنا اربعه بونت، فكان النهارده لازم نكسب، فالحمد لله كنا اللعيبه كلها كانت عايزه تكسب والحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله النهارده. من الحاجات المهمه جدا في البنك الاهلي ان انتوا تحسوا ان انا حاسس ان في انسجام واضح بين اللاعبين، مدير فني مستقر معاكم، انتوا كمجموعه لاعبين اغلبكم هو اللي مستمر من الموسم الماضي وفي بعض العناصر الجديده المميزه، الاستقرار ده فارق معاكم؟ طبعا اللي بنكون لعيبه بقى لها سنتين ونص مع بعض، يعني ثلاث سنين مع بعض، يعني دي السنه الثالثه مع بعض، فهمنا بعض، عرفنا المدير الفني عايز مننا ايه، اللعيب اللي جنبي عارف انا عايز ايه، فدي بتفرق معانا كل سنه بندعم بثلاث لعيبه اربع لعيبه، بس الفرقه القوام الاساسي موجود، فهي دي بتفرق معانا جدا، يعني غير بقى لما تغير الفرقه كامله وده مش عارف ده بيلعب ايه او ده لغايه ما ينسجم على بعض تبقى مشكله يعني. بس فدي مديانا يعني مديانا افضليه دايما على طول. اول موسم للبنك الاهلي في الدوري ما كانش افضل حال، ثاني موسم الامور تحسنت شويه، ثالث موسم احنا مستنيين بقى البنك الاهلي يبقى في مكانه جيده مع العناصر المهمه اللي موجوده في الفريق. ان شاء الله ان شاء الله. هو بس زي ما كنت بقول لك الكلام دلوقتي، اول موسم كان فيه مثلا 25 لعيب كل واحد جاي من نادي، يعني صح. كل واحد جاي من نادي، فما فيش حد الانسجام لغايه ما بدا. بس الحمد لله احنا يعني بعدنا من دايره الهبوط، السنه اللي فاتت خدنا مركز سابع، فرق بينك وبين السادس بونت وبين الرابع مش كتير برضه. السنه دي ان شاء الله ربنا يكرمنا ونخش مربع الذهبي باذن الله يا رب باذن الله، فدي بتفرق معانا يعني ان شاء الله. طيب كريم عايز اسالك على حاجه مهمه جدا واكيد شاغله بالك طول الوقت، منتخب مصر. انت تحديدا من اللاعبين بحط نفسي مكانك، وانا متالق وببدع وبعمل مباريات كبيره جدا، انا مكاني انا ككريم يعني كريم بامبو مليان لعيبه في المنتخب، انت عارف ان المنافسه صعبه جدا عشان تبقى موجود في المنتخب صح؟ بص انت عشان يعني مش المكان انا بالذات، كل الاماكن في حراسه المرمى في المدافعين طبعًا. كل مكان الدنيا صعبه. انا بعمل اللي عليا، انا نفسي اروح المنتخب، انا بعمل اللي عليا، الباده بتاع ربنا، ما وفقتش المره دي هموت نفسي المره اللي جايه. مش هيأس يعني ان شاء الله، وانا حاسس ان خير ان شاء الله، ممكن يعني ممكن اروح ان شاء الله باذن الله. وانا حاسس ان بعمل اللي عليا، يعني لعبت ثلاث ماتشات منهم ماتشين مان اوف ذا ماتش، فالحمد لله راضي يعني راضي يعني. لا انت حاسس ان انت ممكن تبقى موجود في المعسكر اللي جاي؟ ان شاء الله والله بنسبه كبيره، لو ربنا ما رضش هقول الحمد لله واجتهد اكتر وان شاء الله خير يعني. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كابتن كريم بامبو لاعب البنك الاهلي، افضل لاعب في مباراه اليوم، مباراه البنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا، صاحب الهدف الثاني في هذه المواجهه اللي انتهت بفوز البنك الاهلي 3-1.